جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للأذكار يا صالح، بعض الأذكار يذكر في أولها أن من ذكر الله على صفة معينة كان ذلكم الذكر عصمة له من الشيطان طوال ليله حتى يصبح أو طوال يومه حتى يمسي وما أشبه ذلك. هل لكم من توجيه حول هذا؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ صالح. ما شك أن ذكر الله عز وجل يحفظ الإنسان مما يكره ويطرد عنه الشيطان ويقوي قلبه ويحييه بذكر الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لا غير ذلك من الآيات. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بالحصن الذي يؤوي الإنسان من أعدائه، فقال عليه الصلاة والسلام: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل من طلبه العدو ليقتلوه فلجأ إلى حصن حصين فتحصن به منه. فكذلك ذكر الله عز وجل يمنع من الشيطان ويحصن الإنسان من الشيطان. ينبغي للإنسان أن يلهج بذكر الله دائما وأبدا، ما استطاع إلى ذلك إلا في المواطن أو الأحوال التي لا يناسب فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، كدخول الخلاء حال قضاء الحاجة. وما عدا ذلك فإن الإنسان يذكر الله في كل أحواله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا وعلى جميع أحواله. والذكر ميسر ولله الحمد، الإنسان يذكر الله وهو يشتغل بأعماله وهو على أي حال كان يتمكن من ذكر الله عز وجل. فذكر الله مطلوب الإكثار منه، ولا سيما أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار أدبار الصلوات الخمس وفي جميع الأحوال المناسبة. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، وأن يجعل ذلك ديدنا له، يعود لسانه عليه ولا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.